طيب، استمتعنا الحقيقة بما قدموا الإعلاميين، جزاهم الله خير، وأيضا فتح لنا المجال الأستاذ صالح، الأخ صالح، في دخول الممثلين حتى أنصفكم وأعطيكم درجاتكم. ومدتي فقط المتاحة الآن 5 دقائق، المدة المتاحة لكم 5 دقائق. أتمنى بمهاراتك تأتينا بقصة، بداية قصة، وعندما تنتهي من الكلمة تؤشر زميلك أو تعطي إشارة ويكمل إلى ما تنتهي هنا. طيب نبدأ، تأكد من الصوت جاهز؟ تفضل. هذا شخص ما الله كتب له وظيفة القصة، راوي، كيف يقول الراوي؟ ما تقولها بشكل عادي، قلها بطريقة تشعر الناس أن الناس يستمعون لك. تفضل. هناك شخص، خلوا اطرع، ابي تلقائيك لكن تشد الناس كراوي. تفضل. هذا كان يسولف معي؟ لا سولف معه، بس كان يسولف معي. هذا شخص يبلغ من العمر 23 سنة، كان عنده طموحات، كان عنده آمال، بس ما الله كتب له شيء، كل ما أقدم على شيء ما الله كتبه له، فقرر يوم من الأيام وهو فاضي ما عنده أي شيء، قال كيف أمشي أموري؟ خلني بقى أدخل في أوبر. طيب. لأجل أمشي أموري بنفسي ولا أحتاج إلى العالم، يعني بدل ما أروح أتسلف عند الناس أخذ 200 300 في اليوم الواحد، خلني أكد على نفسي وأشتغل بنفسي لين الله إن شاء الله يفرجها. تفضل اسمه. على طول اكزيت. طبعاً بعد ما كديت ومشيت في هالمجال واشتغلت في أوبر، اللهم لك الحمد، فضل ربي رزقني الرزق الطيب، وتوظفت في وظيفة في إحدى الشركات في الرياض. طبعا بعد ما توظفت تغيرت أمور كثيرة عندي في حياتي، أولها أني تزوجت وغيرت من روتين حياتي، وجاني أبشركم عيال. اللهم طبعا مو أنا اللي جاني، الشخص اللي في القصة هو اللي جاه عيال، وتغيرت مجريات حياته عندك يا سعود. والحمد لله بإشارة ما تقول عندك أطول. والحمد لله تكونت أسرة جيدة، وأمكنت لي مبلغ، وفتحت لي مشروع كبير الحمد لله، واتجهت للبزنس ومال البزنس، والحمد لله ربي رزقني وفتحت لي مشروع كبير، ومن مشروع لمشروع بديت أفتح شركات كبيرة. دخلت برنامج، ودخلت برنامج قناة بداية الحمد لله، الاستوديو، وعند الاستوديو وفي التمثيل، وعند أخوي الإعلام الكبير، وعند أخوي عايض، ودخلت الاستديو بالتمثيل، وقعدت أتعلم من التمثيل، وشرحوا لنا أساسيات التمثيل، ومع زملائي متسابقين، ووصلنا المرحلة 20. وتفضل عندك. كملنا بعد ما قلنا راح نكمل إن شاء الله إلى آخر يوم، وبإذن الله إن الأمور إن كتمثيل أو كإعلامي أو كمنشد، إن هذا فخر لي إني في قناة بداية أول شيء. ثاني شيء وصلنا الحمد لله ونشكره اليوم 20، ومرنا الحمد لله هني في العسل. وهذا ختام الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك بالعافية. طيب ولا تجون كلكم، تجون وبوزعكم التنادر، ارجع كلكم تعالوا، نبي نوزع الدرجات. أيوة من يوم السنة بشكل أنيق كأناقة المجموعة الإعلاميين اللي تشرفنا بحضورهم معنا.